مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. بستوري على انستغرام اعلن دايلر عن عودته للسوشيال ميديا وخاصة اليوتيوب لينزل فيديو مدته 3 دقائق جمع فيه مجموعة من المقتطفات من بعض النجاحات اللي حققها خلال مسيرته على يوتيوب، حيث كان الفيديو بعنوان دايلر القيمة ورافقه بتاريخ 11/11/2020. فهل عم بيحضر دايلر لأغنية جديدة بعنوان القيمة؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. هلو شباب، شوف باص مسوين. المهم اليوم الساعة 6 المغرب بينزل مقطع اليوتيوب، وشوفوه تقدرون تقولوا رجعنا للفيديوهات. وادري من زمان ما شفت وجهي. أعلنت رغدة على انستغرام مرور سنة كاملة من دخولها لعالم اليوتيوب وعايدت متابعينها بهذه المناسبة بستوري انستغرام. مرحبا يا حلوين، بحب احكي لكم ولإلي وللجميع مبروك علينا، وصلنا سنة كاملة على اليوتيوب. اليوم هيك صفحات الفانز ذكروني كنت عم بشوف تاجات، فصفنت انه عن جد إلي سنة كاملة على اليوتيوب. كيف متى ليش ما ابدا مش حاسبيتها صح انا. فالمهم مبروك علينا وانتظروا رجوعي على اليوتيوب. أعلن أبو الرب عن عمله لأغنية جديدة عن طريق مشاركته لكواليس تصوير الفيديو كليب بستوري انستغرام، وهيك كانت الأجواء. أعلنت نور ستارز عن عملها على فيديو كليب أغنيتها الجديدة اللي راح تصدرها قريبا، وكشفت بعض الأسرار الصادمة عن موضوع الأغنية والفيديو كليب. أوكي، اليوم صورت جزء من الميوزك فيديو تبعي اللي حينزلكم بعدين، بس مش هي الفكرة اللي عم بحكي لكم ياها. بدي قلكم إنه اليوم أكتر سؤال سألته مش عن الميوزك فيديو، عن ريحة البرفيوم اللي أنا حاطة منه، فحبيت عن جد أحكي لكم عنه. على فكرة الميوزك فيديو حينزل يا اما بنهاية هالشهر او ببداية الشهر الجاي، ما في موعد محدد لهلأ. وجايز هالمرة لا رح حمسكن ولا رح احكي، بس في الكن اشتغلت شغل تبع 10 ميوزك فيديو على هالميوزك فيديو. اشاعات واقوال وكتير اشياء حتصير بس تنزل هالغنية، لان هالغنية انا عاملتها لشخص معين، اول مرة بعمل هيك شي، بس تنزل حتصير كتير بلبلة وتذكروا هالستوري. شاركت بيسان اسماعيل فيديو على قناتها على يوتيوب أجابت فيه عن تساؤلات الناس بخصوص خلافها مع محمد جواني وشركة إنتاج الأغاني اللي كانت تعمل معها سابقا، وأجابت عن تساؤلات الجمهور بخصوص موضوع الأغاني اللي نزلتها على يوتيوب وانحذفت. ما رأيكم بالموضوع؟ فرجع جواني ونزل مجموعة من الستوريهات على حسابه على انستغرام من بعد ما وصلوا الفيديو من طرف المتابعين، وصرحت بيسان انه جواني طلبها ورفضت. حبايبي نزل الفيديو اللي حكيت لكم عنه، طبعا انا ما بدي شيء من هاي الشركة، انا بس بدي تفسخ العقد بالتراضي وترجع لي اغنية، تمام؟ ونحن اصحاب وحبايب. ارفع شاشه فوق اللي ما شاف لسه الفيديو. بايبي كيفكم، شو اخباركم؟ يسعد لي مساكم يا رب. لاحظتوا بكل الفيديوهات اللي حكيت فيها انا عنهم ما جبت ولا محادثه ولا اي شيء خاص ولا اي شيء شو كان في بيناتنا ولا اي شيء. ولاحظتوا كان ردي كلياته اغلب ردي كان على الوسخه اما وعلى الرخيص اللي طلع جاب سيره الشرف وصيحه كلمه يمين كلمه شمال، وبس مهم يحكي ويعلق ابو قرون. واللي صار من شوي وصلني فيديو من المتابعين بيقول يا جوان رد مدري شو صار الوقت. والله انا ما حكيت لحد الان على شرفك، وانا اللي كنت محتفظك سنتين، انا اللي كنت ما لبسك القصير لهذا الشيء انثبت قدام الناس كلها، انا اللي كنت اطلعك بصوره منيحه، بس انا راح احكي للناس ليش انا رفضتك مع تسجيل صوت امك وصوتك. قلت لك روحي انقلعي، تمام؟ عندي يا تسجيل الصوت راح اطلع بالحلقه وتسمعي باذنك وتستمتعي فيه، وخلي الناس تبزع عليك من هون لخمسين سنه. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.